من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة أماني رشيد. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة أماني. إذا بداية، حالة من الاستقرار على أداء مؤشر الدولار تقريبا عند 98 نقطة، ما هي أسباب الاستقرار؟ هل خفت نوعا ما يعني التأثيرات من قرارات الفيدرال الأمريكي على سوق العملات تحديدا؟ صباح الخير. طبعا لو صباح الخير. نبدأ نتكلم عن بدايات استقرار الدولار نوعا ما خلال تداولات هذا الأسبوع أمام أغلب العملات الرئيسية وأغلب السلع، وهذا يرجع بشكل أساسي إلى غياب البيانات الاقتصادية الهامة. يعني نرى أن هذا الأسبوع نوعا ما هادئ من أو غير وارد من البيانات الاقتصادية، وهذا كان السبب الرئيسي في استقرار الدولار نوعا ما. طبعا بعد يعني التذبذبات القوية التي عانت منها الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي مع بدء الفيدرالي الأمريكي في يعني رفع الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018، ولكن على الرغم من استقرار الدولار عند يعني مستويات ال 98، ولكن لا يزال الدعم الشرائي أو لا يزال الاتجاه الصاعد للدولار الأمريكي على المدى البعيد، طبعا بسبب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، وإن احنا نترقب يعني رفع للفائدة تقريبا كل اجتماع خلال هذا العام. كل تلك العوامل تدعم طبعا الدولار الامريكي المضيه قدما في سحب السيوله من السوق، هذا ايضا يدعم الدولار الامريكي امام اغلب العملات الرئيسيه والسلع. وبالطبع استمرار التوترات الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا والاتحاد الاوروبي ايضا يدعم الدولار الامريكي كعمله ملاذ امن في المقام الاول. فكل تلك العوامل لا تزال داعمه للدولار الامريكي على الرغم من استقراره. نتوقف فقط هذا الأسبوع بيانات القطاع التصنيعي والخدمي بالغد، وممكن تكون تلك البيانات نوعا ما داعمة يعني لتحركات الأسواق، ولكن بشكل عام لا يزال الاتجاه العام للدولار الأمريكي على الرغم من استقراره لا يزال الاتجاه العام صاعد على المدى البعيد. نعم أماني، فيما يتعلق بهذه الضغوطات التي يعني فرضت على اليورو، أيضا لاحظنا حالة التراجعات، هل من بيانات يعني اقتصادية مقبلة قد يعني ترفع من مستوى تعاملات اليورو تخفف من هذه الضغوط على أدائه؟ يعني كيف تصفين أداء اليورو حاليا؟ اليورو من أكثر العملات التي يعني كان لها ضررا سلبيا من بدء الفيدرالي الأمريكي في رفع الفايدة والمضي قدما في برامج شراء الأصول، لأن هناك تباين واضح في السياسات النقدية ما بين البنك المركزي الأوروبي وما بين الفيدرالي الأمريكي. الفيدرالي الأمريكي يمضي قدما في سياسات التشديد النقدي على الرغم من أن يعني الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي لم يأتي يعني ضمن حالة التفاؤل التي كانت تتوقعها الأسواق. بنك المركز الأوروبي ومحافظ البنك كريستين لاجارد لا تزال تؤكد على أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يدعم أي تشديد للسياسة النقدية. السياسات النقدية قد تظل توسعية لفترة من الوقت، وهذا يضغط على أداء اليورو. وبالطبع أكدت أيضا على أن يعني ارتفاع أسعار السلع والحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ستضر معدلات التضخم وتضر النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، ومن الممكن كمان أن يصل إلى الانكماش خلال عام 2022. فالتباين الواضح في الوقت الذي يتمتع فيه الاقتصاد الامريكي بالقوه والمضي قدما في تجديد السياسه النقديه، لا يزال البنك المركزي الاوروبي يعاني من ضغوطات قويه، وبالتالي فيعني من الناحيه السياسات النقديه سيستمر الضغط على اليورو لفتره اطول من الوقت، وقد يواصل تراجعه امام الدولار الامريكي، خاصه اذا وجدنا ان البيانات الاقتصاديه في الولايات المتحده يعني تتحسن بشكل ما امام مقارنه بالبيانات الاقتصاديه في منطقه اليورو الفترة القادمة. نعم أماني، وأنت معنا من القاهرة أيضا، يعني لاحظنا التراجعات الحاصلة في الجنيه المصري مقابل الدولار بالرغم من رفع أسعار الفائدة من يعني المركزي المصري، ما أسباب هذا التراجع؟ وأيضا هل تتوقعين الاستمرار في حالة التراجع؟ هل من إجراءات جديدة من الممكن اتخاذها لدعم الجنيه المصري؟ بالطبع بالنسبة للجنيه المصري فهو شهد تراجعات قوية ولا يزال يواصل تراجعه على الرغم من القرارات التي حاول البنك المركزي المصري السيطرة عليها، السيطرة على تراجعات الجنيه من خلال شهادات الودائع وشهادات البنوك ويعني رفع الفائدة لمستويات مرتفعة جدا، ولكن كل هذا لم يدعم استقرار الجنيه المصري. لا يزال هناك ضغوطات عليها مقابل الدولار، الطلب على الدولار لا يزال يعني مرتفع
مرتفع جدا، ممكن يعني ارتفاعات الدولار الامريكي يعني تستمر لفتره من الوقت، ولكن ايضا على المدى المتوسط للمدى البعيد ممكن تكون الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في الفتره في الايام الماضيه قد تدعم يعني استقرار الاسواق نوعا ما، لان حتى شهادات البنوك اقرت البنك المركزي في الاحصائيات الاخيره ان نجح في جمع حوالي اكثر من 10 مليار جنيه مصري من شهادات الودائع. فيعني على المدى المتوسط للمدى البعيد طبعا المدى القصير لا يزال هناك ارتفاعات او تراجعات للجنيه المصري امام الدولار الامريكي، ولكن على المدى البعيد يعني ممكن تكون الاجراءات التي بدا يتخذها البنك المركزي على المدى البعيد ممكن تكون يعني نوعا ما ستدعم الاسواق وستدعم استقرار الجنيه المصري نوعا ما امام الدولار الامريكي. نعم، محللة اسواق ماليه في إكويتي جروب أمان رشيد، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا.